اليوم في التحديات. نستضيف اليوم في ألمانيا محطة من محطات القافلة الوطنية شباب فكرة، التي من خلالها نتطلع إلى استقطاب طموحات وكذلك أفكار وتطلعات الجالية الوطنية الموجودة في ألمانيا، وخاصة الفئة الشبانية منها، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها السلطات العمومية وعلى رأسها السيد رئيس الجمهورية من أجل استقطاب طموحات وكذلك تطلعات الجالية الوطنية الموجودة في الخارج. أعتقد هذا الحدث سيكون على شكل ترويج وترويج لكل القرارات وكل القوانين التي تجسد في الجزائر من خلال بناء أو خلق بيئة اقتصادية ملائمة محفزة تتواكب مع كل البيئات الاقتصادية في العالم. أبناء الجالية اليوم متواجدين هنا في هذا الحدث متفقين على فحوى أن اليوم الجزائر تعيش ديناميكية اقتصادية، وأيضاً اليوم الجزائر تقدم اهتمام كبير لأبناء الجالية المتواجدين في كل دول العالم للمساهمة في الرفع والرقي بالاقتصاد الوطني على شكل نقل التجارب ونقل خبراتهم لتأسيس مؤسسات اقتصادية جزائرية رائدة. وكما لاحظت يعني كان إقبال كبير لأفراد جاليتنا المهتمين بالاستثمار في الجزائر، حوالي نقول تقريبا 200 شخص قدموا من مختلف مناطق هنا في ألمانيا من مناطق بعيدة للاستماع من مع الخبراء والمختصين حول بيئة الاستثمار في الجزائر وحول التسهيلات التي منحتها السلطات العليا للشباب المغترب للاستثمار في الجزائر. نحن متواجدون اليوم في القنصلية العامة بفرانكفورت لحضور هذه الطبعة الثانية الدولية للقافلة شاب فكرة بعد طبعة دولية أولى جد ناجحة. زرنا عدة مدن قبل فرانكفورت، سنزور مدن أخرى بإذن الله. اليوم نحن مع أبناء جاليتنا بألمانيا للتعريف بالمناخ الاقتصادي والاستثمار في الجزائر، وللقاء شباب من أبناء جاليتنا حاملين لأفكار، لأنه القافلة شاب فكرة ترافق أفكار لي فيما بعد حتى يتم ترجمتها إلى مشاريع. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.